قول هذه المجموعات التي تراهن على الأمريكي أن الأمريكي لن يحميكم، الأمريكي لن يضعكم لا في قلبه ولا في حضنه، الأمريكي سيضعكم في جيبه لكي تكونوا أداة للمقايضة مع الدولارات التي يحملها، وهو بدأ بالمقايضة. إذا لم تحضروا أنفسكم للدفاع عن بلدكم وللمقاومة فلن تكونوا سوى عبيد عند العثماني. لن يحميكم سوى دولتكم، لن يدافع عنكم سوى الجيش العربي السوري.